يعني المسج اللي طلع تشيك انجكشن، بعدين تقلب تقول تشيك جير بوكس، مش قادرة تمشي اكتر من ايه، من سرعة 20. وحل العيب ده هيكون بدون استخدام اي قطع غيار. اهلا بيكم في قناة اوتوموتيف دايجنوستكس. زي ما احنا متعودين معانا سيارة فيها عطل بنحاول نحله مع بعض. النهاردة معانا عربية رينو ميجان اللي هي ميجان 2 2006. العربية فيها مسفاير، و صاحب العربية وهو ماشي لقاها راحت كاتباله مسج تشيك انجكشن، تشيك انجكشن تشيك جير بوكس، يعني المسج اللي طلع تشيك انجكشن، بعدين تقلب تقول تشيك جير بوكس خلاص، والعربية طبعا بترجرج ومس فايرنج ومش قادرة تمشي اكتر من ايه، من سرعة 20. الخطوة الجاية هنفتح هنا ونوصل على الـ OBD على الكمبيوتر ونشوف الانجن مسجل اي فولت. هنوصل الـ OBD بتاعنا ونكونكت على العربية ونشوف. هنختار رينو، هنعمل هيلث ريبورت، 8 فولتات في كنترول المحرك، نعمل ريبورت ونشوف ايه اللي ممكن يكون سبب في الاهتزاز الشديد للمحرك. نبص على الاي سي ام اللي هو كنترول المحرك، عندنا فولت سلندر 2 اجنيشن كويل سيركت وسلندر 3 اجنيشن كويل سيركت، ده سبب مباشر يؤدي للمسفاير اللي هو عدم الاحتراق اللي في السلندر اللي احنا شايفينه دلوقتي. الاجنيشن كويل سيركت ده اللي هي دايرة المبينة لسلندر 2 وسلندر 3، معنى الفولت ده ان الكنترولر شايف ان دايرة التحكم في المبينة غير متواصلة او فيها شورت، وده يؤدي الى عدم وجود شرارة الاحتراق، ودي المشكلة ممكن تبقى وايرنج او المبينة نفسها. كنت هنسى، احنا كمان عندنا المسج بتاعة التشيك جير بوكس دي ظاهرة عشان في فولتس في الجير بوكس، في الكنترولر بتاع الجير بوكس اللي كنترولر الفتيس. فزي ما احنا شايفين ادي كده ايه الفولتات بتاعة الفتيس، فالفولت اللي هو DF109، وده معناه ان كنترول المحرك بيقول لكنترول الفتيس ان انا عندي مشكلة ومش عارف احقق العزم اللي انت عايزه، فده الفولت اللي عندنا، يعني المشكلة اللي في الفتيس سببها مشكلة الايه الموتور، فيبقى احنا مطلوب مننا نحل مشكلة الموتور. فاحنا محتاجين دلوقتي نبص على المبينة ونبص على دايرة المبينة والسلوك بتاعة المبينة. نبص كده على الانجن، هنا هو كان بيقول رقم 2 ورقم 3. هنبص على السلوك بتاعة المبينة، الفيشة سايبة تماما اهي وبتلق، ده الفيشة متفككة من بعضيها. اوبا، طب افصل كده عشان نشوف هنفك. اهم حاجة الحاجات دي ما يحصلش شورت ما بينها، لان اللي حصل شورت هتحرق الدرايفر الترانزستور اللي في قلب الكمبيوتر اللي بيشغلها، فالدول لو لمسوا بعض يبهدلوا الدنيا. فهنا دي الفيشة كلها متكسرة اهي كده، دي عايزة فيشة جديدة دلوقتي. ده مكسور، الفيشة مكسورة وايه وخرجت. طب ليه 3 مسجلة؟ اما نبص هنا هنلاقي البن ده واسع جدا، عايز يتضيق. ده ازاي؟ تخش جوه كده، تدوس على الجزء الداخلي ده كده لتحت بدبوس، يضيق من هنا كده، لما يخش يبقى ايه، يبقى تقيل البن، يبقى تقيل في الدخول والخروج. بص ماسك ازاي، بيعلق ازاي معايا. البن ده اللي ما عدلناهوش هنلاقيه سايب بيلق. فهو دي بقى المشكلة دي موجودة هنا، وده سبب ان المحرك اتحسن لما حركنا الفيشة بتاعت مبينة 3 اللي سليمة ومش مكسورة زي رقم 2. فالمشكلة الاساسية هنا ان البنز بتاعت الكونكتور واسعة ومش بتوصل كهرباء كويس، او اوقات بتفصل واوقات بتوصل. البنز دي ممكن تتضيق زي ما شفنا بدون ما نغير الكونكتور، ودي هي المشكلة الاساسية سبب الاكواد واهتزاز الموتور. وحل العيب ده هيكون بدون استخدام اي قطع غيار، نضيقهم
ونقفل. غالبا طالما المشكله دي حاصله هنا هتبقى في كله، فاحنا المفروض نفتح كله ونضايق كله ونركب. ودي عايزه كونكتور بلاستيك زي ده تاني يتجاب ويركب، يعني مش محتاجين نقص السلوك دي ونلحم ونعمل، لا ممكن نغير بس الكونكتور البلاستيك. ده اللي متبقي من الكونكتور، كان واقع جنب المبينة هنا، فاحنا دلوقتي هنجرب ندور وعشان نطمن ان الدرايفر ما اتحرقش نتيجة السلوك المكشوفة دي. دور تمام كده، ما حصلش معانا مشكلة، الدنيا مظبوطة، مفيش اي مس فايرنج ولا اي حاجة كده، يبقى الكويل شغال معانا والدرايفر ما حصلوش حاجة. كحل مؤقت في موقف زي ده في الشارع، البنز ديت لازم أن تتعزل باي تيب لفها بورق حتى، بحيث انك تتاكد ان هما ما يلمسوش بعض، لو لمسوا بعض هتبوظ الكمبيوتر. زي ما قلنا الحل الصح ان دي تتغير والبنز كلها اللي هنا تتضيق. دلوقتي الكونكتور ده بيتفك ازاي؟ الابيض ده لوك بيطلع كده، نسحبه يطلع معانا، اهم حاجه بحنيه عشان ما نكسرش. في ايه تاني؟ نبص كده، في دلوقتي ده لوك، في بقى البن نفسه الاسود اهو جوه، اهو اسود اهو جوه اهو، ندوس على اللوك الاسود ده الدبوس، الدبوس طري وعايز حاجة انشف شوية من الدبوس، بس ممكن كده اهو خرج معانا. اهم حاجة في الحاجات دي الصبر عشان ما تكسرهاش، لو كسرتها هتبقى سايبة وتخلق مشاكل بعدين. بس هنفك كله ونضيق زي ما قلنا، بندوس على الحتة اللي جوه دي بإبرة ناشفة، او بحيث ان احنا نضيقها، نضيق اللسان ده بحيث ان الحتة دي هتبقى السايبة. التور البلاستيك ده تركيبه سهل جدا، احنا عندنا السلك الاخضر مكانه سلك الاب الاخضر مكانه تحت هنا، فهنخش الحتة الفاتحة دي اللي بتاعت اللوك تبقى قدام اللوك، هنظبطها ونخش كده، نحاول ما نقطعش الويزر باكينج ده اللي بيحمي من ما تخش عليه وتخليه يصدي. هو دخل لوك قفش خلاص مسك، مفيش اي مشكلة، التركيب اسهل بكتير من الفك. هنخش كده تك خلاص، هنيجي على اللوك الابيض دوت، نروح مدخلينه في مكانه كده، بس خلاص كده الكونكتور اتجمع مفيش اي مشكلة، نركبه. ده كده حل مؤقت، عزلنا الكرتون عشان نمشي لحد ما نجيب الفيشة ديت ونغيرها. احنا جبنا الفيشة تمام، هنركبها مكان الفيشة اللي اتكسرت. طبعا كده في قدامنا حل من اتنين، ينقص ونلحم هنا، لكن بما ان الفيشة عندنا السلوك هنا سليمة مش مقطمة ولا اي حاجة، فيبقى ننقل السلوك في قلب الفيشة الجديدة احسن. وده كده الشكل النهائي بعد ما نقلنا الكونكتور، ندخلها جوه الكفر المكرونة بس، يتركب كده تمام واللوك يتقفل. عملنا كلير للفولتس وهنشوف هل هتسجل معانا ولا لا. كده العربيه دايره، الانجن فولت اللي معانا داون ستريم اكسجين سنسور، دي مشكله تانية مش ملهاش دعوه خالص بالميس فايرنج اللي كان عامل معانا مشكله. زي ما احنا شايفين كده مفيش اي فولتات متسجله خالص، العربيه دلوقتي شغاله كويس والفولتات كلها راحت، والموضوع طلع بسيط، مش مشكلة مبينة، مشكلة كونكتور. اشكركم لحسن المتابعة، لو عجبكم الفيديو نعمل لايك، لو تعرف حد ممكن يستفيد من الفيديو نعمل شير، لو في اي سؤال او اي حاجة مش واضحة ممكن نسأل في الكومنت، وطبعا لو حابين نتعلم طرق تشخيص الاعطال دي نعمل سبسكرايب.
إلى اللقاء في حلقات أخرى.